هوم وورك 1، أولا يجب تحميل الداتا زائد ملف البي دي اف اللي فيه التعليمات، بارد تشين داتا و جالف اوف مكسيكو داتا. دي الداتا بتاعتك، بارد تشين داتا و جالف اوف مكسيكو داتا. عندك ديبس بالفيت، دنستي جرام بير كيوبيك سنتيمتر، دنستي بروفايلز، what is the log density in the barren shale well at 6000 feet depth 6000 قدم in gram per cubic centimeter. هنا الدنستي بالجرام بير كيوبيك سنتيمتر، دنستي جرام بير كيوبيك سنتيمتر. Two point 72.91 Gulf of Mexico 2.22 over border stress board pressure over border stress gradient porosity at 5750 feet homework 1 instruction homework 1 calculating over border stress مطلوب هو حساب الأوفر بيردن ستريس والأوفر بيردن جريديانت والبور بريجر الهيدروستاتيك بور بريجر وعمل رسم بياني دايجرام بتحط الدبس على محور واي وبقية البيانات التانية على محور اكس. بالنسبة للبير الخاص ببار ديتشيل من صفر لحد بداية اللونج هتحط الدنستي بواحد وتسعة من عشرة جرام بير كيوبيك سنتيمتر، بعد كده الدنستي بتاع اللونج اللي عندك. بالنسبة للجلف اوف مكسيكو ويل فده معمول تلات تقسيمات، من صفر لألف ده ووتر الدنستي بتاعته واحد جرام بير كيوبيك سنتيمتر، من ألف لحد 3515 اللي هي بداية اللونج الدنستي بواحد وتمانية من عشرة جرام بير كيوبيك سنتيمتر، بعد كده الدنستي بتاع اللونج اللي عندك. بعد ما تعمل رسم بياني المفروض ان انت تقسم الدريس بروفايل ل 5 بلوكس. بالنسبة للهيدروستاتيك بور بريجر عندك 1 جرام بير كوبيك سنتيمتر، دي الرو اللي هي خاصة بالبور فلويد دريستي، 9.8 من عشرة متر على الثانية تربيع، دي اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية، واليونت بتاعتك تحولها للبي اس ار. الأوفر بيرد انجريديانت ده بيبقى عبارة عن الأوفر بيرد ستريس على الدبس. الأوفر بيرد بالبي اس اي والدبس عندك بالفيت فتبقى نتيجة بي اس اي على الفيت. واخيرا حساب البروزتي بالدنستي لونج ده القانون بتاعها. الدنستي بتاع الديمتر ريسرفوار 2.7 من عشرة جرام بير كيوبيك سنتيمتر، الدنستي بتاع البور فلويد 1 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. نبدأ نعمل لودنج للداتا بتاعتنا بقى على مايكروسوفت اكسل.
بعد كده تبدأ تحسب البروستي البور بريجر الاوفر بيردنج ستريس والاوفر بيردنج جريديانت باستخدام هذه المعادلات. بالنسبة للبروستي عندك الرو لوج بتساوي 1 ناقص 5 في رو ماتريكس زائد 5 في رو فلويد. الرو ماتريكس ديت السلمتين ريسرفوار روك الديس بتاعتها ب 2.7 جرام بير كيوبك سنتيمتر. الرو فلويد الخاصة بالبور فلويد دينستي 1 جرام بير كيوبك سنتيمتر. لما تيجي تعوض بالقيم ديت فهتلاقي ان الرو لوج بتساوي 2.7 ناقص 2.7 فاي زائد فاي فيعتبر بتساوي 2.7 ناقص 1.7 فاي. فالبروستي فاي بتساوي 2.7 ناقص رو لوج على 1.7 وده القانون اللي انت هتستخدمه. تاني حاجة الهيدروستاتيك بور بريجر بيساوي رو جي اتش متساوي في البرين لان انت عندك رو ثابتة 1 جرام بير كيوبك سنتيمتر. المطلوب ان الوحدة تكون بالبي اس اي. عندك الباسكال بيساوي نيوتن على المتر التربيع بيساوي كيلو جرام على المتر في الثانية تربيع. انت عندك الرو بجرام على السنتيمتر مكعب هتضربها في 1000 عشان تحولها لكيلو جرام على المتر تكعيب. عجلة الجاذبية الأرضية بالمتر على الثانية تربيع مش محتاج ان انت تضربها في حاجة. الدبس بالفيت هتضربه في 3048 من 10000 علشان تحوله المتر. بعد كده لما تيجي تختصر الوحدات ديت هتلاقيها بتديك كيلو جرام على المتر في الثانية تربيع اللي هي باسكال. البيجا باسكال 10 أو 6 باسكال بتساوي 10 بارز بتساوي 145,037,738 بالمليون. فالباسكال بيساوي القيمة ديت بي اس اي. فاحنا واحنا بنحسب البور بريجر هتضرب في 1000 وفي 3048 من 10000 وفي القيمة ديت علشان الناتج يطلع بالبي اس اي. بعد كده الاوفر بيردنج ستريس اس في ديت بتعتمد على حسب البير اللي عندك دوت اون شور ولا اوف شور. لو كان البير دوت اون شور زي هارد تشيل ف اس في بتساوي رو جي زد. رو اللي هي رو عندك اللوج الديست بتاع اللوج في 1000 في 9.8 في زد اللي هي الدبس في 3048 من 10000 في 0.00145037738 والناتج اللي هيطلع بالبي اس ار. لو كان اوف شور زي جلف اوف مكسيكو كان البير متقسم لثلاث مراحل. اول مرحله اللي هي كانت خاصه بالوتر من 1 لحد 1000 زائد الجزء اللي كان فيه رو 1.8 والمسافه ديت كانت 2514 من 1000 لحد 3514 فالمسافه ديت 2514 قدم. بعد كده زائد رو لوج بقى اللي هي زد زد اللي هي الدبس اللي عندك ناقص زد اللي هو ده وده 3514 والمحصلة كلها هتضربها في 9.8 يعني انا طبعا بره خدتها كعمل مشترك وضربت في القيمة ديت عشان احولها لبي اس ار. اخيرا الاوفر بيردن ستريس جريديانت ده بيساوي اس في على زد والاس في عندك خرج بالبي اس اي وزد عندك اللي هو الدبس بالفيت فالقيمة اللي هتطلع بي اس اي على في. بعد ما عرفت المعادلات ديت تبدا بقى تستخدمها في ملف الاكسل بقى بتاعك.
ده شكل الرسم البياني الدايجرام بتاع الداتا بتاعتك الدنستي والبروزتي والاوفر بيرد جريديانت حاططهم في دايجرام والبور بريشر والاوفر بيرد ستريس في دايجرام تاني اعتمادا على ان القيم بتاعتهم قريبه من بعضها. بالنسبة لتقسيم الدريسي الـ 5 بلوكس، إنك تقسم الدريسي بروفايل لخمس بلوكات، أولا بتحدد البلوكات ديت، هو البلوك داتا بتتعمل كل واحد على حسب وجهة نظره هو، هي مش شيء ثابت بقانون معين، يعني مثلا من هنا لهنا ده بلوك، ودوت بلوك التاني. وده البلوك الثالث وده البلوك الرابع واخيرا ده البلوك الخامس. بتبدأ تاخد المتوسط بتاع القيم، ولو لقيت المتوسط إلى حد ما خطأ بتبدأ تحط قيمة ثابتة.
ده شكل البلوكات عندك. البلوك رقم 2 عايز تيجي لليسار شوية يعني تقلل قيمته، ودول كويسين. البلوك رقم 5 عايز يجي لليمين شوية يعني تزود قيمته. مثلا ياخد 2.1 والبلوك رقم 5 ياخد مثلا 2.73 او 74. خليها 16.73. اليوم المفضل لدى المصريين عقبال لما يجي يوم زي دوت لفلسطين. نيجي بقى نشوف البلوكس اصبحت عاملة ازاي. تعتبر جيدة.